التتولي بتاع. قال مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إن رفع معدل الفائدة هذا العام سيكون غير مناسب لأنه سيؤجل عودة التضخم المنخفض جدا إلى مستوى 2% الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي. وأوضح رئيس فرع الاحتياطي الفيدرالي في مينابوليس ناريانا كوتشيرلاكوتا أن زيادة الفائدة ستتعارض مع هدف البنك المركزي بتحقيق التوظيف الكامل، وأشار إلى أنه يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يحقق أهدافه على النحو الأفضل بالحفاظ على معدل الفائدة عند مستواه الحالي حتى نهاية العام. ولتعليق على هذا الموضوع معنا من أبو ظبي السيد نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities. أهلا بك سيد نور الدين، وبداية قبل التعليق على الصين، كيف تقيم البيانات الاقتصادية الأمريكية التي صدرت أمس وكانت أقل من التوقعات؟ نعم، هي أحد الأرقام التي صدرت خلال التداولات يوم أمس، وأحد الأرقام نوعا ما مخيبة للأمال، لكنها لا ننسى أنها أول ارتفاع بعد 3 أشهر من الانخفاض. اليوم أيضا أتتنا المزيد من الأرقام الاقتصادية السلبية، خصوصا من الانتاج الصناعي الذي انخفض بأكثر أو بأكبر وتيرة له على المستوى الشهري منذ العام 2012. هذه الأمور تقلل من نسب احتمالية أن يتم هناك رفع في أسعار الفائدة العامة من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذه الأرقام تبقى غير كافية إلى الآن، ويجب علينا الانتظار لمزيد من الدلائل حتى يتم تحديد بالفعل فيما لو سيتم رفع أسعار الفائدة في يونيو المقبل أم سيكون بعد ذلك. نعم أستاذ نور، هل يعد إبقاء المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة كما هي دليل على استمرار ضعف الاقتصاد الأوروبي؟ يعني هناك ايضا من جديد لدينا في الاتحاد الاوروبي تيسير كمي وبرنامج تيسير كمي، هناك البنك المركزي الاوروبي يضخ حوالي 60 مليار يورو شهريا لشراء السندات ودعم الاقتصاد. تخفيض اسعار الفائده او الابقاء على ما هي عليه اليوم لا يعتبر اي دليل بشكل او باخر، لانه الامور لا زالت مبكره جدا للحديث عنها. على الاقل يجب ان ننتظر حوالي 6 أشهر لنرى ما هو تاثير التيسير الكمي الذي تم الاعلان عنه في مارس الماضي، وما هو تاثيره سواء كان ايجابيا او سلبيا. عند ذلك يمكن التحديد بالفعل فيما لو سيكون هناك في نوع من الخروج من هذه الاستراتيجية أو العودة إلى أسعار فائدة أيضا في أو تعديل في أسعار الفائدة، أو على الأقل أن يكون هناك في تعديل في السياسة. لكن في المدى المنظور لا يمكن التحديد بالفعل إن كان هو إيجابي أو سلبي، يجب علينا الانتظار على الأقل 6 أشهر. نعم أستاذ نور، ماذا عن تباطؤ الاقتصاد الصيني والكوري؟ كيف سيؤثر ذلك على الاقتصاد العالمي والاقتصاد العربي؟ هناك عدة عوامل بالتأكيد تأثرت على أولا على الصين بشكل عام، وهو تباطؤ الطلب العالمي بشكل كامل. لكن بالنهاية لا ننسى أن الصين انتهت ب أو على الأقل معدلات الناتج المحلي الإجمالي هي عند 7%، وهي غير متواجدة بدول العالم بشكل أو بآخر. طبعا هذا منذ أن انتهت الأزمة المالية أو منذ الأزمة المالية العالمية إلى الآن. هذا التباطؤ يعتبر نوعا ما شيء طبيعي في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي، لكن يشير إلى أنه من الممكن أن نشهد المزيد من الإجراءات من قبل البنك المركزي أو البنك الشعبي الصيني. كما أنه بالإضافة إلى ذلك وعلى رغم من كل هذه المتغيرات، لازال اليوان الصيني هو نوعا ما يعتبر العمله الامن خلال العام الجاري في ظل ارتفاعها بواقع او بمتوسط 14% امام جميع العملات العالميه، باستثناء طبعا الدولار الامريكي الذي نوعا ما لازال مرتفع بواقع 1.3% فقط امام اليوان الصيني. نعم نعم استاذ نور، نعلم ان الصين هي أكبر مستورد للنفط العربي والخليجي، كيف سيؤثر انخفاض العملة على هذا الأمر؟ بالتأكيد يعتبر شيء إيجابي للمستهلكين بالنهاية أو بالصين التي لازالت تعتبر أكبر مستهلك للنفط في العالم تقريبا. لكن من ناحية الدول العربية، يعني بالرغم من هناك نوع من انخفاض في الإيرادات، إلا أنه لا ننسى الدول العربية لديها ما يكفيها من السيولة الكافية وأيضا يعني الريزيرفز أو الاحتياطات المالية التي لن يكون لديها تأثير هذا التأثير الكبير على الاقتصادات العربية بشكل أو بآخر. لكن من الصين هي تعتبر فرصة من جديد للصين لتخزين المزيد من النفط وشراءه بأسعار أقل كي يتم استخدامه في المستقبل بشيء أكبر مما هو عليه في الوقت الحالي. نعم من أبو ظبي السيد نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities، شكرا جزيلا لك. والآن نظرة على أسعار المعادن الثمينة.